الفريق المولوديولوجيا والمسجد ديال هذا الفريق والاستعداد ديالو اللي كما شرطي في معسكر الجديده. فتقريبا قبل ثلاثه الايام فوصلوا للجديده، بدا التربص ديالهم بجوج ديال الحصص التدريبيه، واحده صباحيه واحده مسائيه. هنا كنشوفوا بان عبد السلام وادو كيركز بشكل كثير على الامور ديال اللياقه البدنيه، وداير جوج ديال الحصص التدريبيه، واحده صباحيه واحده مسائيه بالنسبه للمجموعه، رغم انه مازال ما كاملاش بالنسبه ليه. فهو لحد الان كيستعد بدنيا، وفي نفس الوقت كيدير واحد النظره تقنيه على مجموعه من اللاعبين. نقدروا نشيروا النقطه الاولى اللي هي تعاقدات بالنسبه للفريق المولوديه الوجديه، واللي هي رسميه لان اكثر الحديث بشكل كثير على مجموعه من العناصر، ولكن حنا غادي نتكلموا على ما هو رسمي بالنسبه للاعبين ديال فريق المولوديه الوجديه واللي تعاقد معهم الفريق في هذه الفتره. في البدايه كانت مع يعقوبه صيلا لموسمين، واللي تكلمت بشكل كثير على هذا اللاعب اللي عنده تجربه وراكم تجربه كبيره خاصه الدوري الانجليزي، وعرج مجموعه من الانديه الاوروبيه، ولا كذلك مشى لواحد الفتره غير في اوروبا كذلك في تركيا. من بعد فهو رجع للدوري المغربي في انتظار اكتشفوا هذا الاسم هذا اللي هو دولي ماري. كذلك لاعب كومارا ديمبا، لاعب غيني دولي غيني، كيتواجد في اللائحه ديال المنتخب الغيني اللي كان عنده مباراه مع تشاد، لاعب اللي مازال يعني في اوج العطاء ديالو، اللي كنتظروا يعطي اضافه كذلك الفريق المولوديه الوجديه هذا الموسم ويتالق صفوف ديال فريق سندباد الشرق. بالاضافه لذلك التعاقد الثالث كان هو حمزه السمومي اللي عرفناه كذلك مع الفتح الرياضي الرباطي، خاصه التالق اللي كان ديالو كنذكر بشكل كثير في بطوله عربيه مع الاطار الوطني السي وليد الركراكي، اللي عنده تعاقد لموسمين، واللي كذلك كان عنده تصريح راديو مارس واكد التعاقد ديالو مع فريق المولوديه الوجديه، واللي كيطمح باش انه يحقق الاهم مع الفريق ديالو الجديد. بالاضافه لذلك فتم الاعلان عن التعاقد بشكل رسمي لاعب اللي هو نبيل عنكور، هذا لاعب ديال وسط ميدان 27 سنه، ثلاثه المواسم مع فريق المولوديه الوجديه، جاء من نادي اركا كيدينيا البولندي. نتمنوا انه يستانش خاصه النقطه ديال الانسجام ويدخل في الجو ديال الكره المغربيه والدوري المغربي، ويبان بالمؤهلات ديالو اللي خاصة أن فريق المولودية الوجدية والأنصار ديالها كينتظروا الشيء الكثير من هذا اللاعب اللي صافي قبل الالتحاق ديالو، فهم لقبوه بيبي لأن الشبه ديالو بشكل كثير باللاعب بيبي سارة. بالإضافة لذلك لاعب آخر اللي تعاقد معه فريق المولودية الوجدية اللي هو آدم بوجمعة، هذا لاعب اللي مازال شاب 22 سنة بعقد ثلاثة المواسم، مهاجم جاي كذلك من فرنسا. بالاضافه لذلك فمدير الكره هو هشام قديره. كذلك كاين ثلاثه اللاعبين اللي مازال ماشي رسمي ولكن كيتواجدوا في معسكر الفريق، يعني مازال كيشوفهم الاطار الوطني سي عبد السلام وادو واش غادي يتعاقد معهم بشكل رسمي او لا، اللي هما جايين كذلك من برا لاعبين مغاربه. اللي كيتواجدوا في اوروبا. ونختم ساره بجوج ديال اللاعبين كذلك اللي هما ديال فريق المولوديه الوجديه اللي تصابوا بكوفيد مع المنتخب الوطني المحلي، كل مسمعي خفي وقاسمين اللي نتمنوا لهم الشفاء العاجل والعوده ان شاء الله للدوري المغربي. تقريبا هذه هي المستجدات ديال فريق المولوديه الوجديه، في انتظار مراسله نوضحوا مجموعه من الامور لان اخبار كثيره عن فريق سندباد الشرق.